حلت الفنانة المصرية إلهام شاهين ضيفة في برنامج كتاب الشهر عبر فضائية الجديد، وتحدثت عن مرض والدتها وبأن كنيسة القديس مار شربل كانت السبب في معجزة شفائها، وقالت: أنا دعيت في كنيسة مار شربل زي ما بدعي في أي مكان برتاح فيه، وربنا استجاب لدعائي. والدتي كان عندها كيس دهني وخفت. أكدت إلهام أن دعائها موجه دائما إلى الله وهو شفيعها، وأنها عندما تدعو فهي تدعو لله سبحانه. وقالت: أنا شفيع هو الله وبدعي لله، مش لأشخاص، لأن ربنا اللي بيحقق لنا اللي بنتمنى. أما أني أحب كل القديسين والقديسات والأنبياء فده شيء طبيعي، أي إنسان مؤمن بيكون عايز يتقرب من الناس اللي قريبين من ربنا. تعتبر إلهام أن المثلية الجنسية حرية شخصية ولا تتدخل بها، مشيرة إلى معاملتها لن تتغير في حال أفصح أحد من المقربين منها عن ميوله المثلية. وقالت: أنا شايفة أن المثلية الجنسية حرية شخصية، ومش من حق أحد يحكم على حد علشان محدش يعرف ظروفهم. أوضحت إلهام شاهين فكرتها حول المثلية بقولها: في ناس بيولوجياً بتولدوا كده، فيهم الذكور والأنثى، ماليش أحكم عليهم، أنا أدرى ظروفهم. ومن جهة أخرى أعلنت الفنانة رفضها لكل فيديوهات الشيخ الشعراوي، مشيرة لأنها كانت صادمة بالنسبة لها، قائلة: أنا ضد تقديم سيرة ذاتية لي لأني شفت فيديوهات كانت صادمة، وأنا ضد كل جا فيها، زي مثلاً رأي في ضرب الأزواج وأنه مباح طالما الزوج شاف عورة الست، وأن الرجال اللي بيتزوج ست مسيحية ما يدهش والعيد عليها في عيدها. وأضافت: قال عن المريض مش لازم تعالجوه علشان متأخروش لقائه بربه. متسائلة: ليه نقدم سيرة ذاتية لي مفروض نقدمها عن العلماء؟ وعن حياتها الشخصية قالت إلهام: راضية جدا عن فكرة عدم الإنجاب، وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات، عاوزة أكون حرة وأعيش لفني. الفن بياخد وقتنا كله في أيام نشتغل فيها 20 ساعة، إمتى الوحدة تمارس أمومتها وتاخد بال على أولادها؟ لازم يبقى في اختيار وأنا اخترت. وقامت إلهام سابقاً بعملية إجهاض، مؤكدة أنها لم تكن نادمة عن فكرة الإجهاض، لأن الأمومة عطاء وتضحية ويمكن تمارسها مع أشقائها وأصدقائها المقربين، لأن العطاء والتضحية موجودة لديها. ومن ناحية الفنية يعرض حالياً مسلسل ألفريدو، وهو عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ياسمين بن داود، محمد سويسي، أحمد فريد، عابد عناني، أنجي كيوان، والتأليف عمرو محمد ياسين، وإخراج عصام نصار.